ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه. لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. هو القرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. هو القرآن. يهتدي الحيران فيه، والنفس كم حنت إليه، يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه، ونعيش تحت ظلاله، ننسى الهموم بقربه. لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن.